الحياة في العائلة، التطرق إلى نمط العيش العائلي وأبرز المسائل اللي تهم العائلة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، شكرا لكم على اختياركم إذاعة الحياة فم. موعد جديد من برنامج الحياة في العائلة، معكم سهام حمدي في الميكرو، يرافقني نوفل الشرطاني في الإخراج التقني للحصة، وسيف بولعريس في الديجيتال. ترافقني زادة في الأستوديو مدام نجيبة الحاج الأخصائية النفسانية التربوية. مدام نجيبة أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا بك سهام وبكل الفريق وبكل مستمع الحياة فم. شكرا لك مدام نجيبة. كنا حكينا في الحلقة السابقة على بعض الأنماط متاع الشخصية، حكينا على النرجسية الأنانية صفتها كيفاش نتعاملوا معها، حكينا زادة على الشخصية المتعقبة للأخطاء. اليوم نختموا الأنماط متاع الشخصية تذوما، أغلبهم على الأقل طرقنا لعدد، على خاطر هي لا تحصى ولا تعد. دونك باش نحاولوا نلخصوا معناها بصفه عامه اكثر الشخصيات اللي يعترضونا معناها. فوالا، دونك اليوم باش نحكيوا على المدعي للمعرفه والشخصيه الصلبه. خلينا نبداو بالشخص المدعي للمعرفه. سيدي الشخص المدعي للمعرفه وديجا نقابلوا فيهم اجور، هذه شخصيه تشكك في اراء الاخرين، عنده معناها اكثر الصفات عن الغرور، التكبر والتعالي. جبت لي سؤال مدام نجيبة، ينجم شخص يجمع أكثر من نمط؟ ينجم معناه ينجم ونلقاه نجم تلقى شخصية متقلبة، معناتها كل مرة فيه تلبس شخصية. من بعد توكي نشوفه إن شاء الله، من بعد في الاضطرابات النفسية مش تلقى عبد يلم منهم الكل، واللي شارج كل مرة يعطيك وجه، كل مرة يعطيك وجه. وهذا يظهر باش تولي الأمور معقدة أكثر من اللازم، معقدة في التعامل معاه. أنت شبش شنو كيفاش تعرف ولا دونك إن شاء الله توا نحكيو عليه بأكثر تفاصيل. نواصلوا في الصفات نتاع الشخصية المدعية للمعرفة. قلنا التكبر، التعالي، الغرور، السخرية من الآخر، والثقة الزايدة بالذات. يا معناها يقول لك مادامو يدعي المعرفة راه يعرف كل شيء، بالنسبة لي هو روح في تقدير ذاته انه يعرف كل شيء، وانه ما يعجبه راي حتى حد، وانه ما يمشي كان براي، وراه انه هو كسب العلم. هي راه منين يكتسبها الصفة هذه؟ حفظت شيئا وغابت عنك اشياءه. به منين ينجم يكتسبها؟ يعني العوامل ولا المؤثرات اللي تنجم تخلي الشخصية مدعي للمعرفة. اخذ لي ديما نرجعوا راه من اسبابها اسباب، معناتها فما حاجات معناها وراثية، فما حاجات بيئية، معناها كلها أكل المحيط بصفة عامة هو اللي يخلي ينتج هالشخصيات هذه. وخاصة التربية الوالدية، فكل الأنماط اللي ذكرناها كل راهي كل تربية والدية تنتج، وكل ظروف بيئية وكل معناتها عوامل وراثية مش تنتج شخصية معينة. كيفاش نتعاملوا مع الشخصية المدعية للمعرفة؟ هذه يا سيدي الشخصية المدعية للمعرفة، أحسن حاجة إنك تمدحه وتحاول تمتص غروره في حدود المعقولة. معناها تقولوا إيه والله يعطيك الصحة، أما كيفاش معناها إيش نجموش نضيف وذية النقص وهذية، باش انت هاك تعطيه قيمته وتقديره لذاته خاطر عندك الغرور وتمتصله شوية منه خاطر زادك باش تخليها كيكة ما تنجمش تتعامل معاه بما انك شريكه. واذا كان باش تعمل العكس ماكش زادة باش توصل معاه يظهر لي لحتى أكيد. مش تقبل رأيه وتدافع على وجهة النظر اللي ذول يحكينا عليها سابقا في السياسة متاع النعم، ولكن تشبه شوية ذيك الشخصية المتعصبة. ويلزم زاد العبد يتحلى بالهدوء ويتجنب العصبية معاه. به توا نحكيه على الشخصية الصلبة مدام نجيب، أعطينا صفات متاحة الشخصية الصلبة هذه. زاد معناها شخصية خشينة، ياسر عقلانية، قسوة في التعامل مع الآخر، ومرات توصل تقسو حتى على ذاتها، ماكل ما يرحمش. معناه ما عندوش ياكل من كثر العملية، معناه عملي برشا وعقلاني، تلمو يلغي العاطفة، ما يخدش بالخاطر. هو ديما ما يعطيش ثقة في حتى حد، ديما تحسي شخصية متأزمة، ديما واحد مع واحد يساوي اثنين. هوني ما يمتلكش فنون الحوار، يقاطعك اتوماما، ما يستأذنش، ما ينتظرش دوره، يسيطر على الحوار. هذايا زاد نتصور انه صعيب زاد التعامل معاه، كيفاش يعني نجم تعامل؟ اما هذه الشخصية هذية راك تلقاها اوفون باهرة، اما هذا ما ينفيش انك يلزم عندها فن في التعامل،
اكثر حاجه هذيا محتاجه معناها باش انت تحسن وتتفاعل معاه هي انك تصغيله وتبديله احترام تام. محتاج للليكوت الاصغاء انك انت تسمعه تحتويه تصبر عليه لو ماكسيموم بوسيبل وتعتمد معاها الحوار السلس واللين. الحقيقه مدام نجيبه في فنون التعامل مع الانماط المختلفه متاع الشخصيات اللي قدمتهم سيادتك، معناها وقت اللي نحكي كل مره على صفه، يمكن اي واحد يسمع فينا باش يحس يقول لك ياسر نظري على ارض الواقع صعيب أبداً. انك انت شخص متصلب تقول لي انت احتويه وتقول لي انت اصبر عليه، والشخص النرجسي والمدعي للمعرفه اللي هو يهجم فيك، والشخص اللي هو يتعقب في الاخطاء نتاعك، عمليا على ارض الواقع مش صعيب يعني شويه التطبيق. يمكن البرنامج هذا يخلي كل واحد يقيم نفسه، كل واحد يصنف روحه فين، ويمكن كان مش انت راهو خوك، مش خوك راهي اختك، مش اختك راهي صديقتك، مش صديقتك راهي رفيقتك في العمل لي كوليك. معناها بالعكس هذايا يمشي حياتنا اليوميه اكثر منه نظري. انت تو انت والفريق اللي يسجل معانا اكيد لو كل واحد عمل الان فيدباك الروح، اكيد لو قال انا نتوجد لهنا انا والله نعرف شكون كي يعني كل واحد باش يبدا يصلح من نفسه، مش يبدا يصلح. احنا توا باش ناخذوا كعبره في الاخر كيفاش احنا الهدف الاساسي هو الاندماج الاجتماعي وحسن التفاعل معناها والتعامل مع الاخر. كما احنا نحبوا يحسنوا تعاملنا احنا لازم نحسنوا استعمال الاخر. دونك انا فيا صفات والاخر فيه صفات، واحنا رانا ما اخترناش صفاتنا كيما ما اخترناش والدينا، احنا اكتسبناها وكانت نتاج للبيئه الاجتماعيه، البيئه الوالديه، البيئه الوراثيه. معناتها احنا كنا نتاج مجتمعي كامل. دونك احنا ما عندناش معناها القدره باش نختاروا. دونك مادام احنا موجودين كيما هكا واللي فما بعض الاخطاء نحاولوا نصلحوا كل حد من نفسه، نعطوا الارشادات معناها والتوجيه. انه اللي سمعنا واللي عرف روحه ولا معاه شكون ولا مش يتعامل شكون، احسن حاجه ان المطلوب اني احنا نقوموا ذواتنا. التقويم والتصحيح والتصليح والتعديل، ديما نمشوا للتعديل. انا يا اخي فيا اخطاء تمثل قلق للآخر، نحاول نتفاداها، نحاول أنا نعدل من سلوكي شوية، نحاول أنا بيدي ما نرميش الثقل على الآخر. كل واحد يشوف روحه يخزر في مرايته العكس لشخصيته ويقول أنا عندي أظن والله صفا نخليهم باش نعيش في أريحية وتوازن نفسي. يلزمني أنا نقرأ روح قبل ما تقرأني العباد، نعدل روح قبل ما تعدلني العباد. هو الوعي المستمر بالذات بالاخطاء وبالايجابيات. ايجابياتي نكمل ننميها وسلبياتي نحاول نتفاداها ونعدلها ونكيفها ونطورها للتفاعل والاندماج الاجتماعي باش نخفوا على بعضنا. وهي العيش راهو في المجموعه، باش العباد كلها تكون في وضعيه معناتها توازن وتوافق نفسي. واضح. دونك نبداو برواحنا ومع النصائح اللي قدمناهم طيله البرنامج على ان كيفاش تتعامل وفن التعامل مع الاخر. دونك باش تعدل من نفسك وتتعامل فن التعامل مع الذات، لان اذا كان اتقنا فن التعامل مع الذات باش يسهل علينا باش نعرف فن التعامل مع الاخر. والاخر اذا كان انا عدلت من نفسي رغم ما نلقاش صعوبه في الاخر، والاخر ما يلقاش فيه صعوبه. واضح. شكرا. معناها هو الدعم والتعديل ثنائي الجانب. فوالا. دونك هوني لازم زاد الاراده اللي تكون موجوده بين الوعي المستمر. فوالا. الوعي والاراده معناها يلزم تتوفر فينا الاراده باش نغيروا وقتها، نجموا نغيروا ونطوروا وهكيكا نسهلوا المعامله داخل المجتمع. صحيح. ونجموا نتفاديوا برشا مشاكل تنجم تصير تصادمية ساعات في بعض الاحيان، خاطر شفنا نبعدوا على الاضطرابات النفسيه زاده. اذا كان انا الاخر ما يقبلنيش وانا هنا هكيكا متصلب مع ذاتي وما صلحتش وما عدلتش، الاخر باش يرفضني، مش تخلف عندي معناتها نتائج سلبيه. اما خير انا نقبل ذاتي ونحسن تعاملها ونعدل في سلوكي باش يقبلني الاخر، ونوفر كيما نرجع للتوازن والتفاعل والنفسي.
واضح، شكرا لك مدام نجيب الحاج، يعطيك الصحة طيلة هالسلسلة من الحلقات اللي قدمت يعطيك الصحة أنت يا سهيمة واختيارك المواضيع شكرا لك ثمينة وقيمة جدا. شكرا لك يا مدام نجيب، ربي يخليك وربي يفضلك على كل النصائح اللي قدمتهمنا، نصائح قيمة الحقيقة، وما زلنا مواصلين في حلقات أخرى إن شاء الله نتطرقوا البرشة مواضيع مهمة زيدة. هكا نكون وصلنا تقريبا كمان نحكينا على أبرز أكثر الأنماط متاع الشخصية اللي تنجم تقابلنا في حياتنا، أكيد يفما أنماط أخرى ولكن ولا ولكن احنا قدمنا ولا معناها اللي نتفاعل ونتعامل معها اجتماعيا بريسك شاك جو ولا شكرا لك مدام نجيبة. دونك هكا نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامج الحياة في العائلة، نتقابلوا في الحلقة القادمة في لمينا. الحياة في العائلة، التطرق إلى نمط العيش العائلي وأبرز المسائل اللي تهم العائلة.